شنو مصدر السعادة في الدنيا هذه؟ اسكو ترى الفلوس هي مصدر السعادة؟ اي فلوس صح. ماتيا فاز؟ شوف شاتيك فاز واش شنو؟ ماني ماما 50 مليار ولا لا 50 مليار بلا نقص حضرهم شو اسمه هو تكنيكلي لقيتهم اوريدي فما دونك لقيتهم اوريدي فما فما زوز مريم مسكنه سفيرها على من غاديك هاي تنفس هذيك مش بسكوت سكرها ما تجيبوش بايلين هنا تحب تجيبو برا ما كتصير ما تروح مكشف به نبدأ بفراس لا لا خلاص لا ليش عم تبين دول خالد وسليم باهي نعاودو سي فراس في كل جاي نتاع الكلوب اما عنده شويه انجر ايشوز روحك لسألك اي بش ما يسألني حد في الفلو هذه رحمة انفيتي جديدة في العريس وتابع العمدوني لا واي كيفي اها اوكي مسلم شبيك شمسكوتك سكيزوفرين ايه اوكي اذا كنا نحكي نخش عليك نخش عليك كمان كيفي سكيزوفرين وطر عملها بالبرالونتية هاي حل ايوه اوه ايه شد قاعد حسن بديك الكل بسرعة على قدر حاطين لهم دبوز وزيدوا معاهم ما شفتهمش يحطوا له دبوز وزيد ما نحبش الفاخر مكتوب شي طيب بس يوز غير ستابي ينزل حكته طلع الراوح انا كيف والله ما نعرف شي طيب دنيا a few moments later مالي خالي زوز بس يقن بالله مش نيخ زوز كل واحد يدخل يهز كاردونا من هنا يحط الكومبتين لازمة كما قلت لكم من هنا
ويرجع يحطها في البيت هذايا الكراد يحطهم في البيت هذايا بالجنين كل واحد يختار شكون معاه زوز زوز وليتس جو هنيك شي اسمه رايين عطات سيكل انت شكون معاك انا واحد 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 انا مسكين غطيت عليه شنو غطيت عليه اي صورت صور بصوت واش حسيت شنو رايك اللي كنت احسسك اللي احنا معنا جماعه الميديا من بيان سولي شوف شوف احنا صور شيء اطفال وحدين تعبين في المدير كل معنا سير طبعا يزوفش كله في الجوك يفتف في الحلب وبيدي اي عم بس احنا نتمنى سير هولو غادينا تبعهم راجينا طبعا راجينا ولا راجينا طبعا ربي شو كيفاش يسخى روح يصور بالقري سي جراف راه جراف توك ني فيش قاعد صح برو لا في بي ام تاع الاكسيون دي خان سي اوفيسيال صح برو مو جبت نحكي معه ترى شو بي؟ بلاي سامحنا اخويا ماري في الدوسار لا يعفي لا يصور ولا يخلي شكون يصور سي با بوسيبل سي با بوسيبل امان امان فما بي حلت شوية الله يهديك تعبين هنا ويك تعبين دمنا انت ما خدمت شيء من الصباح بك شيني بشعر صفينا الغبرة تعبنا مشينا تري على غفلة وكها ونجي نصور والله ماذا قا نصور ادم يحكي كيفاش كنت تعب في الكاميرا وخالد وفرق بين عبد تعب وعبد مش تعب كوب انالوجي سارتا مش عادي فريجي نيتشر فراس فراس فريجي تعرف ليش علي خاطرك فريجي فريجي نعم كومونتوما في بيك فان بوسيبيليتي كبيره تطلع خالد هنا وما يشرف فيه شو يا ريان يا اخي خالد بجنبك طيب مشورة الهولة اهي برو كنت تعب على الاخر وحبيت نرتاح دونك ما تشخش بنيش سمعت
أنا كثير رحت يعب هنا. شكون كثير رحت ذامر في الكلوب؟ نعم. شكون كثير رحت ذامر هنا؟ كم ذامر؟ أنا. شيف نديا 2.0. ولا. لا ذي أي ولا. زيد اضحك الكاميرا برو. زيد اضحك الكاميرا شني ما تحقرش الفانز برو. شو ما قدر حد راه ندخل لهنا راه ما يهمنيش والله. ها غلط. شو الاكسيون هكا. مينوال اي كروت افصل بقرون صحيح ايش شيء معك هون مش مصدق والله يضربها فيا يا حزاحم اي برجلي برو طب تعال يدوك يجي نرجع مدود اوكي وي ما حكيتش معك ما تخدمش انت شو ما تخدمش اللي خدوك راح فيكم انك تروح تيعب انا شيف داكسيون انا شيف ميديا انا فيس انا سو شيف ميديا انت هنا توا اش تعمل انا قاعد تعمل في جو مش تصور اي ريت انا قديت فيها الكرتونة من كيلو طماطم باز ما تعرفش ها قديت فيها من هريسة سو شنيه زوز؟ زوز بقى زوز غالط 500 جرام بروتي اللي غالط ايش اللي غالط؟ يا نحطوا حكة كبيرة يا نحطوا حكة صغار نعرف وتتاهم الزوز 400 جرام اي نعرف ما تعرفش؟ كوكات ما سيباكو بسي يقول تقبيلة اللي غالط نحطوا هو حكة بركة ماخر عملت بكري اوه شو عملت بلي ورق ابتعد عبيت تخدم وانت تلعب ها لا قدم دبوز زيت في الكرتون هذا قد فيها من يدر فما واحد الكور فما واحد الصغار خمسة سنة صانو فيها صاو ستوب ليه في رجليه ليه ايجر طلع تخدم يا حمو شترمان شو في كراض مفيرغة هذا بنسى وهذه دنيا هذه دنيا وهذا بنسى أنا طبعا محمد في دار أسمع خطر تبقى في دارة كان سايبلها في دارة
انا جاسم انا قال لك التريزونيه اللي هي بالفلوس ولا شيء اما هاو يخدموا في اعمال الشقه الصباح اي اي نحكيكم برشا حكايات الفلوج تبعني يعني صباح خرج نقضي نكمل في القضيه معناها كل شيء انا جاويد ومنظر زي شو العباد الكل تعرف كي تركب مع منظر شو يصير انا شفنا من كارفور مرسى انجيل مرسى اللي هي من كارفور مرسى انجيل مرسى انيس بين كومودوروت اللي هي منظر جبنا عشبل ميرسي ضيعنا في وقت المنظر بتاعنا منظر جبنا عشبل برو منظر جبنا عشبل One day later. هزنا من ثنية كل عبيد لا منظر يهزي كم الجبل منظر يعسق بيست لا هكا قال راهو ريتو في عزيزة في عزيزة ونحن نعبيو في الكرابة خرج معنا سيد يخدم في عزيزة قال يا عبي قلنا الولاد الجولف رديتوها دي ماكس خاطر شايف المنظر كهو باسوا علينا اوكي نكملوا في الانترفيو نتاعي جيسر لازم تهرب تو اوكي عندك مشكلة في الكلاب؟ اي كان يسيب في كلاب كامل تو قولك لحمي قشعر بالخايبة؟ اوكي تيه زعما عنده بيسيبس يترينا ما فهمتش انا انيس ريت راينا الكل هذا برو راينا الكل اش قالكم في منظر ترى؟ اش قالكم في منظر؟ خالد ما عندوش وارد بريزيدانس كوا؟ ما عندوش وارد بريزيدانس اي ولا لا لا عنده الكل هو ينقز خالد نعرف انت مش منتج بيكون عندك وما عندوش بيسبس طبعا بيسبس برو نقول عجلة تقصر ايش قولك في خالد قديش برجولية برو بكسمتهمين احنا يعني جس صورنا صبت مندر يعني سوق بيث صورته قبيله وتصبت مش عاجل عرفت فرد بولار زونه نفس منظر وفرش والله قبيله صق سيتك لبس جميل صديق شو قبيله صق بها ما على فرجين برا ادخل صور خالد شنو حاط في وجهه ايش 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 جس باش يفهموا العبيد معنا مش فوزي فوزي امشي معايا تعالي وطلع لي السبب وين 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 يا احسن شيف من الديار هو عزيز بكاس اختار السكتور اول ما جت مات زانيا مريقل رجعت والله شو كوكو تعاون على شكل بعد تعرف ايش طريق الماسك ما نجمش كل ماسك
الفلوق لازم نحطو اكسترا. انا شنو نحط لك؟ علاش؟ قبل انت تثبت قلت لي المخانه تصبر. علاش؟ بروف الكراف اللي عملته بينا جو مريقل. انت غلط مش انا. Zip it.